يبدو أن السيدة أحلام بالحاج أعطت إشارة إلى أن هنالك ميز ما زال يمارس. فعلا هنالك ميز ما زال يمارس على قطاعات من الشعب التونسي، وهنالك نساء ما زالوا يصير عليهم ميز، ورجال يصير عليهم ميز كانوا مناضلين في السابق وما زالوا إلى الآن يناضلون من أجل حقوقهم، نفس الحقوق التي كانوا يناضلون من أجلها. صدقت هذه المرأة. الوجه الجديد الذي الموالي الذي سنشوفوه اليوم ونسمعوه هو السيدة روضة بنت مصطفى الغربي، مولودة سنة 1950 بتونس، زاولت تعليمها بالمدرسة الابتدائية بباردو، ثم التحقت بالمعهد الثانوي ناجي الباشا بالعاصمة، أين تحصلت على شهادة البكالوريا آداب سنة 68، ثم التحقت بكلية الآداب 9 أبريل بتونس. تحصلت على شهادة الأستاذية في علم النفس، ثم على شهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع سنة 1972، فالتحقت بسلك التدريس بالمعاهد الثانوية، وانضوت في صلب هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي حقوقية وناشطة في المجتمع المدني، وأم لبنت اسمها سنا شقروش. مرحبا بك، تفضل أختي. بارك الله فيكم، وكل سنة ونساء تونس في حالة أفضل إن شاء الله من سنة إلى سنة. وكان الإدلاء لرئيسة سابقة للجمعية اللي كنا من بين مؤسساتها ضافي وشافي، ويدل على نفس طويل بالفعل. ونشكر كذلك الدعوة وهذه هذا الإصرار على مواصلة النبش في الماضي، وهو ليس بالنبش، هو تأسيس لعلاقات اجتماعية متوازنة ولمصالحة حقيقية وإعادة اعتبار للعديد من الفئات ومن الأفراد اللي عانوا منذ فجر الاستقلال من يعني دولة الاستقلال بالتحديد. بالنسبة للشهادة اللي باش نتقدم بها أنا، واللي تتعرض إلى مراحل عديدة وحقبات طويلة، يعني تشير إلى جانب أساسي، وهو تعارض مصالح المواطن والمصالح المواطنة يعني المنخرطة في الحياة العامة مع إرادة صارمة لم تتزحزح إلى الثورة في سيطرة على الحياة العامة واحتكار السياسي للساحة السياسية والسيطرة على المنظمات الجماهيرية. والشيء هذا عشناه في اتحاد الطلبة، عشناه في اتحاد الشغل، عشناه في الحركة النسوية، وعشناه وعايشناه في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وإن شاء الله بعد الثورة وبعد افتكاك زمام من النخب السياسية من قبل المجتمع المدني والمجتمع ككل، إن شاء الله هذا ما عادش نرجعوا له. البداية كانت من الحركة الطلابية، من الانخراط في النقابة داخل الحركة الطلابية، ولابد في الإشارة في البداية إلى المناخ اللي كانت تعيشوا الشباب الطلابي والفتيات داخل الجامعة التونسية في العقد الأول من أحداث الجامعة التونسية. وكانت الوعد اللي جابيه دول استقلال، كانت الدولة عند وعدها في تعميم التعليم وفي تحرير النساء. وفيما يتعلق بالتعليم، الجامعة كانت في يعني في أواخر الستينات في الحقبة الأولى يعني فضاء
يعني كانت منارة علم قوية ياسر، وكان يدرس فيها فطاحلة متاع العلوم الإنسانية، وكان يبذل فيها مجهود كبير من قبل الدولة، وكان فما تفاعل كبير مع من قبل الطلبة اللي كان الشغف متاعهم للتعلم ولمسك بزمام المؤسسة هذه وبتنشيطها ثقافيا وبالتفاعل بصفة ندية مع 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 الأساتذة، كان تفاعل ملفت خلى بعض الأقطاب كيف ما ميشيل فوكو، كيف ما جان دوفينيو، كيف ما جورج لاباساد اللي هو معروفين أصبحوا معروفين دوليا يذكروا هالشغف هذايا اللي هو يقول ميشيل فوكو ما سبقلوش أنه شافوا في غير فضاء الطلاب التونسي ومن قبل الطلبة التوانسة. فبالنسبة للنساء وبالنسبة للبنات اللي كانوا غادروا المدارس اللي كان فيها ضغط على وسيطرة على وتأطير كبير من العائلة، تلقاو نفسهم الفتيات هذه في فضاء مفتوح، في فضاء مختلط، في فضاء ينبع بالثقافة وبالمشاركة وبالإبداع وبالنهل من مناهل العلم. وكانت الجو هذا كان مؤنس ليهم وكان دافع للفتيات هذوما للمشاركة وللتفاعل بطريقة تخليهم ياخذوا ثقة في النفس ويشاركوا في كل نواحي الحياة الطلابية. وكانت النقابة من بين اهتمامات الشباب الطلابي هذا، وكانت رغبة كبيرة في مسك زمام النقابة هذه اللي هي في الواقع ما هي إلا آلية للتحاور بين الأطراف الموجودة داخل الجامعة ولتسييرها ولمنع يد السلطة من الامتداد لهذه الآلية حتى تقعد طريقة التفاعل وطريقة التعامل وطريقة التسيير وطريقة ريجولاسيون للعلاقات داخل الجامعة. لأن كان معناتها المعركة من أجل استقلالية النقابة الطلابية قديمة قبل الحقبة هذه، ولكن الشباب الطلابي متاع أواخر الستينات أبدأ وبداية السبعينات أبدأ حرص كبير، وكانت مؤتمرهم 17 اللي عقدوه في قربة وهو أصبح معناتها تاريخ شهير في الحركة شباب التونسي والشباب الطلابي، كنت شاركت فيه وتم إعداده بصفة مطولة، ووقع اقتراح من قبل النخب الحدثية اللي هي متكونة من الشيوعيين ومن القوميين ومن الليبراليين، كانوا يسعوا إلى تغيير الهيكلة متاع الإطار الطلابي هذا بطريقة تحمي النقابة من سيطرة الحزب الحاكم وتخلي النقابة تخدم بطريقة ديمقراطية وتشاركية. فوقع قطع معناها مداهمة الساحة اللي صاير فيها المؤتمر وتنصيب هيئة، ووقع يعني توقف الأشغال متاع المؤتمر، وتقدموا 105 من المؤتمرين بعريضة صحوا فيها وقالوا هذا المؤتمر ما لم يني أشغاله وسترون كونه مناش باش نسكتوا على الموضوع هذا. في سنة الموالية والتفوا طلباء حول يعني المطالبة بإعادة مؤتمر استثنائي، ومضوا في ذلك إلى أوائل فيفري حيث تم تجميع طلبة من جديد بعدد هائلة آلاف طلبة، ومشوا المؤتمر متاعهم لمدة أيام وتناقشوا في الوضع. وقتها كانت أزمة التعاضد وكانت أزمة يعني اجتماعية، ولكن وقف التأمل هكا بهتة سياسية اغتنموها طلبة وعملوا المؤتمر متاعهم، وما أن أشرفوا على النهاية وانتخاب الهيئة النهائية كذلك محاصرة معناها من عديد من الفرق الأمن، وكسروا الواحد وشتوا، وبدأت من وقتها سلسلة من المحاصرة ومن المداهمات لمئات من الطلبة تم إيقافهم في الفترة هذه. إيقاف متاعي الأولاني دونك في فيفري 72، وكانت المسألة
كيفاش لميتوا، كيفاش لميتوا الفلوس، وكيفاش عملتوا الليفتات، وشكون وراءه، وشكون اتسترا، وهو تحقيق في سر هالنجاح نتاع الطلاب اللي انا اشرت لكفاءته العاليه في المستوى العلمي، ولكن في مستوى التدبير النضالي اليومي شيء كبير كذلك. معناتها الطلبه هذوما معنيين بالشان العام، معنيين بما يدور، معنيين بالزيارات الخارجيه. روجير سيجي لابد من تنظيم معناها مظاهره شهيره معناها للتعبير على رفض السياسات الامريكيه، على رفض سياستهم لدى معناها في فيتنام، وقتها كانت مازالت مستعمره ما تمت يعني تحررها في الفتره هذيك. نشوه بمازالت طلبه تحت وقع، والشعب التونسي تحت وقع الانتشاء بالانتصار وبضد المستعمر، وب يعني تمسك بمبادئ كونيه ناظر من اجلها الشعب التونسي، واحمل المشعل نتاعها الطلبه. بدات دونك الحمله واسعه، ثم وقع يعني اطلاق سراح بعد اسابيع. وهوني باش نذكروا اللي الايقافات كانت ما تخضعش لمده زمنيه معينه، يجي مداهمه ليليه يلم بوه على اخوه، يهز للمراكز امن الدوله اللي هي كانت تصبح يعني ما معناها ما امكنه نتاع ايقاف، ثم كيف يتغلبوا يوزعوا على نعسان، يوزعوا على ويقع يعني مانيش باش نحكي بالتفصيل كل ايقاف، لانه الايقافات كانت متعده بالنسبه لشخصي انا في فيفري 72، في نوفمبر 73، في اكتوبر 74، في مارس 75، اللي ادت في اخر المطاف للسجن المدني للنساء. والسبب هو هذا، هو اولا بدينا بالمشاركه في الحركه الطلابيه، ثم يعني الاستشعار بانه هناك تنظيمات سياسيه سريه، وهي كانت واقعه بالفعل، وكانت عندها علاقه بالحركه الطلابيه، وكانت معناتها وقت شفنا اللي العجله بعد فيفري نتاع الايقافات والمداهمات مش باش تتوقف، وقع التفكير في احداث لجنه داخل منظمة العام التونسي ل يعني دفاع على المساجين، واستعملناها مباشرة. معناتها وقت فيفري بعد ما وقع إيقافي بعد أسابيع خرجت مباشرة، وقع تنظيم معناها هيئة تعنى بالإعانة القفف، ثم التشهير به في حدود ما يمكن القيام به في نطاق إعلام مدجن، ولكن حملة مساندة بطريقات معناها البدائية اللي كانت عندنا بالاتصال بصحافة الوطنية والدولية وفك الحصار. وتم بعد المحاكمة الأولى هذيك دونك إخلاء سبيل اللي وقع إيقافهم الكل في سبتمبر متاع 72، ولكن في 73 تم كذلك إيقافي من أجل، وكانت تفاجعوا من مسألة الدفاع على المساجين، بعد يعتبروا يسخبوا فما سلاح يسخبوا، دونك كانت الشراسة متاع المعاملة ومتاع التزنيط ومتاع الضرب والتنكيل، ويبرك عليك ويقول لك نقتلك، وكنا نشعر اللي كان بالفعل ممكن أنه يعني يعمل فيه اللي نجم يتعمل للكل في غياب لمدة زمنية غير محددة، لا فيها محامي ولا العائلة تعرف وانت رصيد ولا فما إمكانيات. عدينا أشهر في مثلا في 75 من 19 مارس إلى 6 جوان، ما فما لا قفة لا تبديل لا اغتسال لا خبر يخرج علينا، لا قفة تدخل، لا حتى شيء. دونك تم تتويج الإيقافات هذه بتتويج مع كلمة إيجابية بمحاكمة في أوت 74، كانوا فيها 202 مناضلين، وفي 75 محاكمة شطر تقريبا 101 أشخاص،
وكانت في الكتل هذه فما نساء حاضرات، والنساء حاضرات في مؤتمر قربة، في مؤتمر فيفري، ووقع كذلك الاحتفاظ بالعديد منهن. في بالنسبة الأولى نحب من المذبية ما ننساش، ولكن نحب نذكر أنه فما ليلى تميم، فما ساسيا رويسي، فما نيلة زغيدي، فما فضيلة تريكي، فما سعاد تريكي، فما أمال شلوف. دونك عدد كبير وقع الاحتفاظ بهم لمده معينه. الور كيفاش يتم؟ يقع اخلاء المكاتب نتاع سلامه امن الدوله من المكاتب، وتصبح هذيك خلايا معناتها مكاتب للاحتفاظ، ويتم دونك باب مفتوح اذا كان فما مجموعه مع بعضهم، والا ساعات فراده تبدا حاجتهم باش يحققوا تبدا فراده. الباب نتاع البيت مفتوح، يبدا فيه عون امن قاعد 24 ساعه، الضوء يشعل 24 ساعه ولمده اسابيع، يعني لمده اشهر. وصلنا شهرين ونص، ثلاثة اشهر واحنا في هذه الحاله، ويتداولوا عليك الفرق في الليل وفي النهار، ما تعرفش في اي وقت يدخل يخطفك ويهزك. يدخلك البيت العمليات، يضرب، فما منا شكون يحطوه فك الروتي نتاع الدجاجة، تزنيط، يكافحك بزميلك وهو عاري، ويعملوا المكافحات هذيك حول الأقوال. بالنسبة للمحاكمة نتاع 75، تمت دم إحالتي من سلامة أمن الدولة يوم 6 جوان، من 19 مارس ل 6 جوان، ومن 6 جوان عدينا السيف هذاك في سجن النساء بمنوبة، عديناه نحضروا في المحاكمة والتدريب على ما سنقوله في قدام الحاكم. الحبس هو كان يعني مقر نتاع بيات، ولكن ادخلت عليه معناتها تشويهات لدرجه انه اصبح معناتها تختنق، معناتها لا فيه لا ضوء، لا في كلوارات، بابواب موصده، شك مفاتح، في مفتاح، في وراء مفتاح، وراء مفتاح، تدخل تنزع كل ما ينجم يشبه الحاجه انسانيه، منقاله وتترا، وتصبح تولي فرد، تصبح نومرو عدد رقم. الشعور اللي عندك هو أنه الوقت، الزمن يتوقف، ما عادش عندك القدرة الفكرية باش تعرف أنه هاو شيء نسبي، هاو تويوفة، هاو يظهر لك اللي effectivement tu es installé pour longtemps. الأسابيع الأولى كانت في سجن انفرادي، كانت لا تطاق، لا تحتمل. هوني يعني أوماج، هوني يعني انحناء أمام الناس وأمام المناضلين يعداو أشهر وسنين. نجم نذكر العديد، ولكن اللي يجي يتبادر للذهن هو متوفى أحمد بن عثمان، العديد من الـ من الـ من المساجين من بين الناس اللي نعرفوهم واللي في الحركة هذه. دونك السجن الانفرادي هي عبارة على خزانة طاقة في الكوجينة، طاقة في الكوجينة فيها جراية وفيها آنية لقضاء الحاجة، وعندك وقت محدد في النهار باش تخرج تعمل دورة في اللاريا وتنتظر. يقولوا لي فما مكتبة، يقولوا لي فما مكتب، ونقعدوا نحلموا. يصبح الصباح، عندك نخبة في الفوق، يصبح الصباح ويصعب عليك باش تتصور انك باش تعدى نهار كامل وانت في الحالة هذه. لاريا ما دوم الا نهاري الا فترة قليلة، ويتعاود غدوة ويتعاود غدوة. اين الكتاب؟ هزني للكتاب، اعطيني كتاب. مدة زمنية، ثم وقع تجميعي بعدد من الرفيقات الحقيقة، مع الذكر أنه كان وقت وقع معناها نقلي من سلامة أمن الدولة إلى انفرجت وتهنيت وتفرحت وقت شفته ما خذاش الدورة متاع المنزل ومشى ثنية السجن، لأنه في كل فترات اللي فرقت ما بين فترات الإيقاف هذه ما نحكيش على يعني المراقبة اللصيقة على السيارات الرابضة أيام وأسابيع وأشهر، على المحاصرة متاع الناس اللي باش تدخل للدار، أهل الدار باش يوروا بطاقة التعريف، يزم يوريوا بطاقة التعريف. ما نحكيش على المحاصرة متاع أخواتي اللي بي دي جي متاع انتربريز ناسيونال اللي يمشيوا له البقعة، واختي مربية معروفة في المنطقة ومحبوبة في المنطقة وعندها دور ومبجلة يمشيوا لها ويهدوها. خويا كان يخدم في الـ في الـ
في الصحافه طلب منه باش يمشي يعمل تغطيه وقدم استقالته باش ما يعملش التغطيه هذيك لاني كنت حاضره من بين الموقوفين. الحومه منزعجين الحضور الدائم نتاع السيارات ونتاع العناصر اللي واقفه قدام الدار وفي الشوكه وهي تراقب في كل ماشي وكل جاي. التواجد داخل السجن ارتح من اني نكون موجوده ونتنقل ونتصل في هذه الحاله من الرعب الدائم ومن من الشعور بانه المداهمه في كل لحظه. لقد دونك خرجنا من المحاكمه الاولى والثانيه بعدم سماع الدعوه وعفى الله عما سلف على اسابيع وعلى الاشهر اللي تمت في سلامه امن الدوله وفي السجن. هوني منذ الساعات الاولى اللي بداوا يبحثوا فيها على الطلبه اللي شاركوا في الحركه الطلابيه تعرفوا مباشرة على شكون صديق شكون وشكون حبيب شكون إلى آخره، وعرفوا أنه عندي علاقة حديثة العهد بطاهر شقروش اللي هو اللي كان صديقي وأصبح خطيبي ثم زوجي. ووقعت المحاصرة نتاع العائلة نتاعي بلي الحصول على طاهر اللي اختفى في 73 عندما قادموا لإيقافي أنا في منتصف الليل يوم 12 نوفمبر. ومن تلك وهما محاصرين يعني المنطقة كلها باش فماش ما يتحصلوا عليه إلى أن وقع إيقافه في 73 ووقعت محاكمته بعد ما كان في السرية ووقع محاكمته لسبع سنوات. 75 نخرج أعود إلى مهنة التعليم اللي مشيت لها تحت ضغط المداهمة بالسجون إلى آخره. تخليت على الاختصاص ومشيت نقري إراء معناتها سعيا للاحتماء باتحاد الشغل، وهذا ما وقع. اتحاد الشغل في كل حالات الإيقاف كان الحبيب عاشور بيدو هو يسعى الى يعني سهر على انه يقع اطلاق سراح كل ما امكن ذلك من سلامه امن الدوله. وكان يعني الاعتماد على الاتحاد بالفعل صايب. 75 الى الثمانينات خمس سنوات من السجن كان فيها طاهر مع مجموعه طافوا بهم سجون الجمهوريه، وفي كل مرحلة كان الانتقال ل معناها مد المجموعات مرة 17 مرة 40 مرة بالمؤونة، تنظيم حملات الإعلام حول وضعهم، تنظيم الاحتجاجات أمام السلطات مقرات في البرلمان وفي للاحتجاج ولرفع المظلمة، لأنه يعني كان تلويح في محطات عديدة بأنه في إطلاق سراح إلى آخره وما يتم حتى شيء. كانوا يقوموا بإضرابات جوع لا متناهية من أجل فرض يعني احترام أنه لا يقع احترام العائلة اللي تجي واحترام اللي ما يقدم للناس من مؤونة إلى آخره، فتفتوها وينحيوها إلى آخره. دونك ما بين تنظيم الدفاع على المساجين وما بين الانخراط في نقابة التعليم اللي عرفت فترة اهتزاز كبير بأثر الأزمة 78، ووقع كما تعرفوا يعني إزاحة القيادات المنتخبة وتنصيب قيادات منصبة. وكانت في وسط يعني الجموع نتاع النقابيين معناتها خصام كيفاش نتفاعلوا مع القيادات المنصبه هذه. هل وهي ما كانتش مكتفيه بذاتها، كانت تزور المعاهد
وباش تعطي الفيرسيون تاعها، باش تعطي شنو اللي تم بالضبط. وكان من الضروري ان ما نقطعش الاجتماعات هذه ونحضروا لابداء ولاعلام بقيه الزملاء اللي ما في بالهمش ديما باللي صاير في الساحه النقابيه، وفضح كل ما تم القيام به من يعني انتهاك الحريه النقابيه وانتهاك يعني حقوق ناس انتخبناهم وقع ازاحتهم بالقوه. في منعطف الثمانينات كنت بصدد يعني غلق 5 سنوات من ارتياد السجون، وفي كل اسبوع يعني تخصيص ايام لاقتناء الموارد وللتطيب وللحمل هذه القفاف ولي يعني العوده ل مش ناخذ الثنيه. مرات كانت جرومبالي تسميت في بقايع ما كانتش سهله، معناتها الاسبوع الكل تردد على جرومبالي، ثم وقع تقريبي الى الزهره، ثم الى مونفلوري، الى يعني ليسي نتاع نهج مرسيليا. وكانت في الفتره هذيك فما تحرك طلابي تلمذي كبير، وكانت معناتها العين الرقيب قدام الليسي، ويقعد ساعات دعوتي واقتيادي الى للتهديد بكونه اذا يتم راني تحت مسؤوليتي. وفي السنتين الاخرانيين اصيبت اختي اللي كانت في بمثابه ابي اللي توفى منذ سنتين، وانا عمري سنتين، مرضت وقفت لها وتوفيت في اوائل جوان. وكنا قضينا سنتين من مواجهة نقابة منصبة، وانتهيت إلى حالة من الإرهاق كبيرة ياسر. قررت إيقاف العمل بالتعليم والتحقت بمركز دراسات وتوثيق. كانت مرحلة جديدة لأنها عشنا يعني فترة انتكاس هذا المشروع اللي كان معناها باش يخلق نوع من الدعم للسياسة، كان باش يكون كل اوبسرفاتوار للسياسة الثقافية، ما مشاش. ثم وقع تعييني في غفلة من الزمن من قبل سي منصر الرويسي على رأس المؤسسة هذه، ولكن سي طاهر اللي كان كذلك في متعاقد واصل نشاطه في الهيئة المديرة متاع الرابطة، ونعرفوا الشيء اللي وقع للرابطة والمحاصرة وقت جابنا علي للمؤسسة هذه وبذل كل الإمكانيات، فأمضى في عريضة حول الحريات وتهب عاصفة. يقع طرده من تونس، يقع طرده من الخدمة كمتعاقد، ويقع طردي أنا كمديرة للمؤسسة هذه، ونبقى سنوات في تجاهل تام للسلطة بوزارة الثقافة إذا كان ما كنلقاو راهم طردوني. ثم دونك مرحلة بعد ما وفينا من التعليم لمسنا شنو معناتها وقت تكون مش متاعنا في الإدارة العمومية، اش يمر عليك سنوات وعقود وانت في طي النسيان، والناس تتزف تتعدى في الارتقاء في معناها اللي يسوى واللي ما يسوى أقل إلى آخره، وانت كل حاجة المحنطة. يعني إذا قبلك الوزير لأنه كان عندك بزهر ملف ما ينجمش، راهو يعتبرها مزيه، و يعني يمتنع عن اي يعني التزام بحكم الاقدميه بانك انت يكون عندك نفس المصير نتاع المواطنين الاخرين. زملاء ما يكلموكش، مقاطعه في الكولوار، يعني طريفه نقولوا احنا بالدارجه، نقولوا طريفه سنوات في 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 هذه الحال. سنوات الثمانينات كذلك كانت منعطف وقع فيها تأسيس للحركة النسوية في حدود الوقت المتاح. انخرطنا في نوادي شهيرة اللي تمت في طاهر الحداد، ثم في تأسيس مجلة نسائية، ثم في اجتماعات من الدولة أسبوعيا هيأت إلى بروز جمعية نساء ديمقراطيات. و كان لدينا معنا عرض ممتاز لنشوء الجمعية هذه وللمصاعب
في علاقة باستقلاليتها، بفرض استقلاليتها عن السلطة، مستقلة عن السلطة، حتى وإن كنت يعني تمشي في نفس الاتجاه. مشروع الدولة في علاقة بالنساء تبنيناه وأشرنا بالنقائص متاعه، وحطينا في الأفق مسألة المساواة وضرورة أنه الارتقاء بالقوانين في هذا الاتجاه. في حتى في الحالة هذه ما كانش مقبول، كان الاحتكار المبادرة في علاقة بالنساء من قبل الدولة، محاصرة الجمعية هذه باعتبارها مستقلة، محاصرتها باعتبارها تضع أفق تطور الحركة النسائية في إطار الحركة الديمقراطية. هذا ما كانش مقبول، وكانت العديد من الإدلاءات من قبل المناضلات تشهر بهذا التسلط على هذه المنظمة باعتبار تمسكها باستقلاليتها. كذلك الرابطة في وما بالعهد من قدم، الناس كل تعرف اللي تعرضت له الرابطة، اللي أصبحت في عهد بن علي الشوكة الأخرانية، القلعة الأخرانية اللي تحتمي بها الناس، واللي هي تحظى بثقة الناس، واللي ما لقى لهاش حل، ما لقى لهاش حل، لقى القانون للتصنيف، لقى محاصرة، خرجهم في الليل، تهبط على خرج الهيئة المديرة من المقر ولاو يتلقاو في كل يوم في الصباح، يتعداو يعملوا جلسات العمل نتاعهم في الديار، وفي الليل تقع مداهمة المقر ويقع افتكاك لي بيس نتاع لي زورديناتور. وكانت الميليشيات نتاع سي عبد الله القلال وحده ونتاع سي بن ذيا وحده، وكل واحد يستغل في نفوذه باش لا كوري، باش يعني تكون عنده لا بريمير، تكون عنده الباكورة الخبر نتاع ما وقع، معناها كتابته على لي زورديناتور نتاع الرابطة. كذلك كيف كانت حجرة صخرة تكسرت عليها شوكة بن علي، و يعني تواصلت معناها الدفاع الشرس على استقلالية الرابطة. شو نقولوا احنا في نهاية هذه الجولة السريعة، هو أنه المشروع الحداثي اللي تكون فيه احترام مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني شريكة في النفوذ، ولكن كذلك آلية للتفاعل مع المجتمع. في المجتمع التقليدي ما كانش فما المجتمع المدني، ما كانش فما الوساطات هذه، كانت فما آليات أخرى لتخاطب الفئات ما بين بعضها وللتفاعل ما بين بعضها، وكانت فيها الأجيال القديمة هي اللي تتدخل في الصراعات العائلية وفي الصراعات العامة. فالآلية الجديدة هذه اللي أتت بها الحداثة احنا شوهناها وافتكيناها احنا الدولة ومنطق الحزب الحاكم. فكان الحداثة من ناحية هذه مشوهة، وهذا مسهل الطعن فيها والدعوة إلى رجوع إلى أنظمة أخرى بائدة مر عليها الزمن، تفاتتها الإنسانية، وطعن في النظام الديمقراطي اللي سنوات عقود أجيال وضعته باش الناس تتعايش في ظل الاختلاف وفي جل احترام الحقوق، احترام المعتقد، احترام الثقافة، احترام الجنس. هذا الكل الاستبداد بنية السيطرة على هالآليات هذه اللي هي حديثة واللي هي اللي تخلي النظام الجديد نجم نعيش فيه، استغلالها وجلبها تحت جبة الحزب الواحد واحتكار السياسة، هو في نظري اللي سهل يعني التشكيك في قدرات النظام الديمقراطي الجديد، وفي دعوة مستجابة من قبل فئات عريضة لتمرير فكرة أنه فما أنظمة قديمة مر عليها القرون ممكن هي تكون صالحة اليوم. فدعوة إلى أن الديمقراطية متكاملة هي الديمقراطية نظام يعني تتشارك فيه الفئات ويقع فيه احترام كل الحقوق بدون استثناء، ويقع حماية الآلية بتاع النفوذ من سلطة معناتها فئة واحدة. هوني التأكيد على خطورة الـ يعني المسؤولية السياسية
توا يخرجوا لنا ناس من أنظمة قامت من أجلها الثورة ويقول لك كنت تخدم في بلادي. ما في باليش، أنا خاطيني، أنا خدمت بلادي. وفي نتلاقاو بيهم ساعات في مناسبات ونقولوا لهم الشيء اللي كونوا عائلات كاملة، كونوا أجيال كاملة تم القضاء عليها، وكأنه جزئية معناها. هو خدم بلاده وعمل مشاريع كبرى، واللي تحكي فيه أنت ما هو إلا فئة ما دامنا ساكتين عليها، ما دام ما هيش ما عندهاش حتى أهمية. لنواصل هذا النبش في الماضي، وهو ليس نبش، وسنتصدى لكل من يقول هو نبش. ما يحس الجمرة كان اللي تليع وتحطم، وفئات عديدة، ولا زلنا نكتشف الفئات. كنا نظن أنه سياسيين برك، كنا نظن أنه اللي شاركوا في عندهم الطموح للمشاركة في الحياة العامة هم اللي تعذبوا، وما راعنا أنه رجال أعمال، نساء أعمال، ناس عندهم مشاريع صغيرة عايشة منهم. كل واحد ما منعش، كل من ملك حاجة كبيرة ولا صغيرة إلا وقع يعني المداهمته باش يفكله، يبدأ الجزء ثم يفكله الكل. هذا عشناه وإن شاء الله ما نعودوش نعيشوه. وإذا كان الناس فطنت اللي راو بشر كامل الحقوق لابد من احترامه، وأي نظام يمشي في غير هذا هو غير مقبول. شكرا، ما كنش طولت. شكرا سيدة روضة، أنت جيت